توالت ردود الفعل على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة حيدر العبادي الجديدة. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يتوجه إلى الشرق الأوسط بهدف بناء تحالف دولي لمواجهة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، رحب بتشكيل حكومة العبادي معتبرا أنها مرحلة أساسية في معركة العراق ضد هذا التنظيم المتطرف. متغلبا على عقبة الانقسامات العرقية والطائفية، وافق البرلمان العراقي على حكومة جديدة وشاملة، حكومة لديها القدرة على توحيد الطوائف العرقية المتنوعة في عراق قوي وموحد، يعطي هذه الطوائف فرصة بناء مستقبل ينشده الجميع ويستحقه. وفي الوقت الذي تستمر فيه المعارك بين تنظيم داعش والبشمركة، تسعى الولايات المتحدة لأن يتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا ملزما يحدد إطارا شرعيا لمواجهة تهديد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، كما أفاد مسؤول أمريكي لم يشأ الإعلان عن اسمه.